يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل، اخطاء النهارده بالجمله في الزمالك وفي الاهلي قدام الوداد وسان داونز. حاجات كتيره الاهلي النهارده كان مفتقدها، وحاجات كتيره النهارده الزمالك كان مفتقدها. كان مفتقد الزمالك والاهلي واحد او اتنين زي وائل قباني واحمد السيد مع حفظ الالقاب الكباتن الكبار. يا كابتن وائل مشرف ومنور حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. إيه؟ كله بخير الحمد لله. محتاجك الملعب النهارده، محتاج على طول. مش قوي يعني. كابتن احمد مشرف منور، تعالى اديك يا كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. ايه اللي حصل النهارده يا كابتن وائل؟ النهارده كنا متصورين بحكم التشكيله بتاعت الزمالك اللي كلها لاعبين دوليين، بحكم مدرب خد دوري ابطال افريقيا اللي هو كارتينون، هينزل قدام الوداد حتى قدام جماهيره. الوداد الموسم ده او السيزون ده مش هو الوداد بتاع السنين اللي فاتت، فتقدر تكسب وتقدر تحقق نتيجه على الاقل ايجابيه لو مش هتكسب كمان. النهارده الزمالك هدف مبكر وبعد كده اداء في منتهى السوء. بص يا كريم، لازم تعرف ان ده نتاج حاجات سابقه قبل كده. يعني انت بتتكلم في بطوله الرابطه، اداء الزمالك مخيب للامال، ما جهزش لعيبه بشكل كويس. صحيح. نتائج سيئه جدا، اداء سيء جدا، ما قدرتش تطلع باثنين ثلاثه لعيبه لو انت احتجتهم تقول ان انت ممكن تديهم في الماتشات الصعبه، ودي كانت مشكله لان هو ما اهتمش اصلا ببطوله الرابطه، لكن رغم ان هي كانت مهمه جدا للعيبه اللي ما كانتش بتلعب واللي كان ممكن يقدر يجهزها. دخل بطوله افريقيا طبعا ماتش بيترو اتلتيكو، اداء طبعا برضه سيء. سيبك من حته بقى ان لا ما كانش فيه توفيق والاهداف اللي ضايعه، لا انت بتلعب فرقه برضه على ملعبك مش هي الفرقه اللي تخض، ورغم ذلك انت ما قدرتش تكسبها على ملعبك. تكمله بقى لسجرادا، تكمله لماتش سموحه، فانت بتتكلم ده نتاج حاجات سابقه، مش وليد اللحظه. فانت بتكلمني النهارده ده كان ممكن متوقع. الحاجه الثانيه بقى ان انت بتكلمني في تشكيلات قبل كده كل الناس اعترضت عليها. طبعا انت شفت عبد الله جمعه قبل كده بكرايت، شفت حاجات غريبه بتحصل في التشكيل، فده كان بيؤدي الى اداء سيء جدا داخل الملعب. لدرجه ان احنا قلنا هل مستر كارتيرون عايز يمشي؟ ايوه. هل هو بيضايقنا عشان يمشي؟ فطب لو عايز يمشي طب ما يمشي. لا ويمشي بشكل كويس عشان حتى يجي لك عروض كويسه. المفروض. يعني انت كمدرب مش عايز تبقى خسران. والغريبه برضه ان مفيش مدرب بيعاند نفسه، بس صح؟ من الواضح ان هو كان شكله بيعاند نفسه. فدي مشكله كبيره جدا. طب لما انت جيت بقى تعدل الكفه، لا مش هتتعدل بسهوله. لا انت لازم تحضر لها من بدري. طيب النهارده اخطا في ايه بقى؟ في الماتش، في التشكيل برضه، لان انت النهارده بتلاعب فرقه في ملعبها وسط جمهورها، فرقه ليها تاريخ، فرقه كويسه جدا طبعا، فرقه معروفه افريقيا، فالملعب ما يستحملش اربعه لعيبه ما بيدافعوش. لا يستحمل شيكابالا مع اوباما مع بن شرقي، تمام، زيزو مع زيزو، امام عاشور طبعا. امام عاشور مش هو طارق حامد، خلينا طبعا متفقين. انت ما عندكش واحد في نص الملعب زي طارق حامد. صحيح. من الناحيه الدفاعيه، من الناحيه اللي هو بيقطع بشكل كويس، مجهوده كبير جدا. فانت النهارده لما تيجي تحط امام عاشور ما ينفعش تحط حواليه ده، لان امام عاشور مش هيشيل لك ده كله، استحاله. طب انت النهارده كان ممكن تعمل ايه؟ خلاص انت النهارده رايح تلعب في ملعب الخصم، تلعب على حاجتين، يا اما تتعادل يا اما تكسب. طب لو ما كسبتش ما تخسرش. لكن من الواضح ان انت لا رايح مش عارف، انت مستعجل. انت استعجلت وجبت هدف. لا ما هو خد بالك، يعني انت جبت هدف. انت خلاص، انت جبت هدف في اول اربع دقايق. صح. استغليت فرصه، تمام، واحرزت هدف، وهدف حلو قوي من زيزو. تمام. لكن ده لسه البدايه، ما كانش لسه باين اي حاجه. لكن لما تيجي تبص بعد الهدف الاولاني، انت بتتكلم بقى في فرقه الوداد، استحواذ في نص الملعب بشكل غريب. نص الملعب بتاعك متاخد منك حتى في الكره الثانيه، انت ما بتاخدهاش لان انت ما عندكش ناس في نص الملعب تقدر تستحوذ او تقدر تقطع بشكل ايجابي. فانت عندك مشكله، بتفقد بن شرقي، شيكابالا، تمام، عندك كمان يوسف اوباما، الثلاثه ما بيدافعوش كويس قوي. الثلاثه لعيب الكوره كويس قوي، ما اختلفناش. وبدليل لما كان الزمالك بيبقى معاه الكوره وبيطلع عايز يطلع بيها بيطلع بيها بشكل كويس. لكن النهارده لما تيجي تفقد الكوره بقى، هنا المشكله، نص ملعبك بيتاخد منك، فبيحصل ايه؟ بيحصل عليك ضغط كبير جدا، وخد بالك ده بيتحمله مدافعين، الاربعه المدافعين. صحيح. لان انت لما تكون بتلعب في فرقه الخصم وفرقه زي الوداد، فرقه قويه جدا وسط جمهورها، حتى لو هي ما بتنقلش على الارض وبتحضر، فهي من الضغط الهجومي حتى بالكرات الطويله او بالكرات العاليه او داخل ال 18 والكثافه العدديه، ده بيعمل لك مشكله وبيعمل لك ضغط على المدافعين. فانت المفروض يبقى عندك نص ملعب دفاعيا قوي، ده ما كانش عندك. صحيح. فدي مشكله كبيره جدا. انت النهارده لما تيجي حتى لو انت ما عندكش
طارق حامد ومش عايز تلعب باثنين لان طارق وامام يشيلوا بعض. صح. تمام؟ فانت النهارده لو ما عندكش الحته دي ما تلعب بثلاثه والثلاثه ممكن يشيلوا بعض. صحيح. يعني انت لو لعبت مثلا بزيزو ولعبت باوباما ولعبت بامام عاشور الثلاثه جنب بعض مثلا، تمام؟ وخليت واحد ما كانش كبالة زي رزاق السي مثلا قوي جدا ممكن يدافع برضه بشكل كويس. تمام؟ ما وجدتش البديل اللي في نص الملعب، لا قدرت تفوق اشرف رؤى تمام ولا قدرت توجد بديل في نص الملعب. مشيت محمود عبد العزيز ومشيت محمود عبد العزيز ما لسه هتكلم ومشيت محمود عبد العزيز ما قدرتش تفوقه رغم ان هما الاثنين دول الوحيدين اللي ممكن يشتغلوا بشكل دفاعي بشكل كويس، فانت مشيت واحد وما قدرتش تفوق واحد ولا قدرت تستفيد من الناشئين او الشباب في كاس الرابطة عشان يطلعوا لك لاعب ولا قدرت اي حاجه. وخد بالك ده هو لما بقى شكله وحش في كاس الرابطة وهو بيلعب باللعيبه الكبيره عايز يقول لنا لا بقى الماتش الاخير او القبل الاخير انا بلعب بمجموعه ناشئين وعايز بعد ايه؟ انت ما استفدتش حاجه، لا طلعت ناشئين ولا كسبت بطوله الرابطه ولا عملت فيها اداء كويس ولا اي حاجه، انا ما استفدتش اي حاجه. طب انت جبت هدف. ده بالعكس انا اسف، وانت كمان اكتر من الاهلي كنت عايز تطلع شباب عشان انت عندك فتره القيد واقفه فانت محتاج تطلع لاعبين من تحت. الاهلي عنده فرقه واثنين. طبعا. انت اكتر من الاهلي كمان كنت محتاج تستغل الشباب بتوعك في كاس الرابطه. طبعا. فانت ما عملتش كده، ما استغلتش اي حاجه. وخد بالك كونك تطلع ناشئ او تجد لعيب بديل كان قاعد بقاله فتره دي مش سهله. لازم تعامله نفسيا كويس، لازم تديله الثقه بشكل كويس، لازم تديله طاقه ايجابيه في الملعب. صح. تمام؟ فانت النهارده ما عملتش كده، ما استغلتش اي حاجه، يعني انا ما شفتش استغلال اي حاجه. طيب انا عايز برضو كابتن احمد قبل ما اروح للاهلي احب اسالك برضو عن رايك فيما حدث في مباراه الزمالك والوداد. ايه الاخطاء النهارده اللي وقع فيها كارتيرون واللاعبين عشان توصل النتيجه لهذا الحد؟ طبعا زي ما قال وائل هو طبعا التشكيل بدا غلط. هو فعلا انت لازم تلعب فرق شمال افريقيا بالذات في ملعبها لازم تعمل استحواذ في نص الملعب. انت لازم كنت تبدا ثلاثه في نص الملعب والثلاثه يكون عندهم خاصه، يعني لو فعلا امام مع اوباما مع احمد سيد زيزو الثلاثه في نص الملعب انت يبقى عندك تعمل استحواذ في نص الملعب، كان انت بتفقد الكوره بتديهم استحواذ كامل لنص الملعب بتاعهم. صح. فده فرق جدا. هم الفرق المغرب مع الضغط الجماهيري بتاعهم لما بيمسكوا كوره خلاص الموضوع بالنسبه لك بيبقى. لكن اما يمكن وقع اللعب في المغرب ولعب في تونس اما بتعمل انت كذا نقله عليهم بيبدا الجمهور يبدا يزوم عليهم ويبدا يبقى في يتفادى ضدهم ضغط عليهم لان هم مطالبين ان هم يكسبوا برضه. ده ما يبقى الضغط عليك انت. الاخطاء بقى اللي في غير التشكيل الاخطاء الدفاعيه. الجون الاولاني لازم محمود خصوصا لما يكون الملعب مبلول لازم محمود علاء لازم يتعامل مع الكوره قبل ما تلمس الارض. خصوصا لما يكون بيلعب عليا مهاجم زي الافريقي بتاعهم ده وهو واضح ان هو قدراته البدنيه عاليه جدا لازم انت تتعامل مع الكره من بدري لان هي الكره لو نطت ودخلت معاه في سباق سرعه هو اللي هيكسب فيه. صح. هو طلع الكره بطريقه مش كويسه لازم حمزه اما الكره كانت تيجي له ممكن كابتن وائل قبل ما نتكلم كان مختلف معايا في موضوع حمزه بس هي لازم اول ما تجي لك حتى لو هي جايه وحشه وانت مش شايف مين اللي وراك لازم تشيلها واحده. انا هحلل لك موضوع الجون ده بس بعد ما تخلص لان انت دخلت في الزمالك. ما انا بقول بس انا هي لازم بص لا طب خش معانا خش معانا اجيلك. يعني انت لو بتكلمنا على الهدف خطا محمود علاء سيبك من هي طبت او ما طبتش. محمود علاء النهارده لما يكون رايح مواجه والكره على رجله الشمال ما ينفعش يسيبها وعايز يشيل من ناحيه الجون لان ده خطا كبير جدا. هو ده اللي عمله. خد بالك هو كان رايح في اتجاه كده تمام على رجله الشمال حلو فكان لازم يشيلها برجله الشمال حتى لو قلشت مش هتروح في اتجاه الجون. بس هو متوقعش المهاجم هيكمل ورا. لا هو متوقعش. لا لا لا, 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 لا هو المهاجم كان قريب منه. توقع او ما توقعش دي ما فيهاش نسبه ريسك ان انا الف بيه بالذات لما كل طب انا اقول لك على حاجه حتى لو خدتها في نفس الاتجاه حتى لو ما بشيلهاش وخدتها في نفس الاتجاه 2 3 متر والمهاجم ده جه معايا انا خرجت بيه لبره حتى لو خد الكوره. صح يبقى خرجت بره مسافه خطوره فقدت الخطوره على المرمى وانا لسه موجود في اللعبه. لكن انت النهارده لما تسيب الكوره وبعدين تلعبها داخل الملعب فانت اخطات وقدرت كمان غلط لان هي لما اتسابت بعدت. تمام؟ طب انت بتدي خطا للمسلوسي. لا لان المسلوسي ما لحقش يعمل حاجه ما حاجه من الاثنين يا يحاول يوقف ما هو ما انا لسه اقول لك يا يحاول يوقف لان احنا بحس الكوره طبيعي انا مش هقدر اشيل رجلي لان الارتكاز بتاعي مش هيلحق لان الكره سريعه. خد بالك فالطبيعي ان انا احاول اوقف. حاولت اوقفت راحت خلاص اعمل ايه؟ هي المساحه يا وائل المسافه ما بين محمود وما بين
ما بين المسلوسي تديك الوقت ان انت تفكر، فاهم قصدي؟ يعني انا لو مثلا بين زي انا وكريم، لا 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 بص على سرعه الكوره، سرعه الكوره لازم بص لازم تعذر اللعيب لان انت لعيب كوره تمام. ما الخطا ده ما يخليكش تخلي واحد تاني اخطا ليه؟ لان انا النهارده لو لعبت هو بيشيل دي شوطه، خد بالك معنى ان الشوطه ما لهاش اي حاجه من الاثنين، هرجع اقول لك يا يسيبها يا يحاول يوقفها. فالتقدير خلاص ما ينفعش، لكن هيشيلها مش هيعرف يشيلها، ما يلحقش يشيل رجله يا احمد. هو ما يلحقش يشيل رجله طالما سريع. انت حتى قلت ايه؟ قلت ان الملعب فيه ميه، معنى الملعب فيه ميه عشان تتشك كده والطب لازم تروح لك ايه؟ سريعه شويه. فعشان تروح لك سريعه شويه عشان تلحق تشيل رجلك عشان تشيلها، لا دي صعبه. فانت بلغه الكوره خنقتني انا. فخليني صريح، خنقتني انا. فالمسلوسي لا ما يشيلش فيها جزء، هو جزء لا هو ده وجهه نظري. لا ما هو يعني لو انت بصيت لها برضو هي المسافه بعيده شويه ما بينهم، ان انت في الوقت ان هو ياخد القرار سواء يشيل او يقف. انا بتكلم مثلا لو المسافه بيني زي انا وكريم، فانا بشوط الكره هتخطى في كريم وقت للمهاجم، طب انا اعمل لك، انا مش هلحق اعمل حاجه. قصدي ان المسافه بعيده قوي، خصوصا ان الكوره كانت ناحيه الباك ليفت. المسافه اولا حوالي 15 16 يارد، دي مش مسافه كبيره قوي بالنسبه لشوطه طالعه. بس وبالنسبه للملعب، وبالنسبه للملعب لا مش طالعه قويه. بالنسبه للملعب انت قلت عليه في ميه، فاذا لما تتزحلق شوف هتيجي توقيتها ازاي. فدي مش صعبه يعني. انت عندك انه الخطا خطا محمود علاء وبس. لان الخطا مشترك بين الثالث كمان بتاع اوباما، لان هو مش مكانه. اللي جاب الجون ده الديفندر بتاع اوباما، هو اوباما لو كان قرب منه ما كانش ده هيشوط كده. هو اوباما حاول بعد ما الكره وصلت للمهاجم بتاعهم يقرب منه. طبعا هو يعني ده مش غلط من اوباما لان هو مش مكانه، فغصب عنه ده مش حافظ. ده الجول الاولاني برضو برضو لازم تعرف حاجه، انت كلاعب بتتوقع حاجه وبيحصل خطا مفاجئ. الخطا المفاجئ ده ما تشيلنيش ذنبه، لان انا النهارده لما اكون كره طبيعيه، بص انا النهارده معايا كره حلو، انا اخر واحد والناس كانت بتتكلم وتقول انا بمسك كره ورقص بتاع صح. انا اخر واحد والكره معايا وانت فاضي صح، وفي واحد تاني بيفضي نفسه عشان العب له تمام. لو انا رقصت واتقطعت والراجل اللي ماسكك ده لحق سابك بسرعه تمام، وبعدين لعبها له راح جاب جول، هل انت هتقول خطا مشترك ولا خطا من انا؟ لا من الرقص صح. ليه؟ لان انت مستني ان انا العب لك الكوره فانا ما لعبتهاش. نفس القصه اوباما ما يتوقعش ان ده هيحدث، خد بالك. بس متوقعش فرد الفعل، رد الفعل لازم يبقى متأخر. لا قصدي ما يتوقعش لو انت في حاله هجوم. لو انا في حاله بهاجم، انا مثلا انا دلوقتي مهاجم اهو وراح مثلا على الجول يا احمد، ما الطبيعي محمود علاء يعمل ايه؟ ايوه الطبيعي يشيلها، الطبيعي هياخدها في نفس الاتجاه. محدش في مصر يتخيل ان محمود علاء هيعدي الكوره بنفس الطريقه والفيرود جنبه ان هو يعديها وبعدين عشان يشيلها لجوه. فده طبيعي رد فعل يا جماعه. انا بتكلم من ايه؟ بتكلم من انا كمدافع، لو انت بتلعب جنبي بنلعب اربعه والكوره جايه لك ماشي، انا ما ينفعش اقول ايه ده وائل يشيلها، لازم مش مدافع. لا لازم احط في بالي ان وائل ممكن يغلط. ما هو ما طلعش المسلوسي وساب مكانه، بس هو انت موجود. انت قلت الحاجه اللي تقرب مع الكابتن احمد، ان اوباما مش مدافع، هو برده عشان مش مركزه، مش بديله فهو برده ما كانش مش مدافع يعني مش هيقف نفس الوقفه. المسلوسي مدافع فما خرجش قبل الكره ما تطلع. في فرق بين الاثنين بس عشان الناس الصوره توضح تبقى جامده. المسلوسي في مكانه ما طلعش، والراجل حتى تلاقيه واقف كده، فالنهارده هو ما لحقش يطلعها. طيب اوباما بقى لا نخرجه بره اللعب، مفيش حاجه اسمها يعني. مفيش بحمل المسؤوليه، انا بقول لا جزء بس انت كده بتحمل مثلا ثلاثه وتقول لا مشترك بس بنسب. بص ده مثلا 70 ده 40 ده 20. شرط ان انا اقول ان هو اخطا، شرط ان انا بحمله المسؤوليه، انا بحلل الخطا. كوني بقى ان هو ما بيلعبش في مكانه، هو اخطا بس لا انا بديله العذر. انا بتكلم انه مش مدافع، مش ما بيلعبش في مكانه. انا كريم قصدي يعني حتى لو بيلعب في نص الملعب ده مش مدافع يعني. هو وضعيته ان هو عايز ان هو في وضعيه طبيعيه خالص ان الكره هتتشال، ده عادي يا جماعه. ده ما يعني بص النهارده في مساك وفي ليبرا وفي اتنين مساكين صح. لو الكره اتلعبت طويله حلو وانا مساك رايح والفيرو رايح بسرعه، فانا ممكن اتوقع خطا المساك ده فغطيه صح. مش ده اللي احنا نعرفه. لكن هنا واحد في نص الملعب وفي اصلا اثنين، انا ايه هتوقع فيها؟ انا بس هقرب حاجه بسيطه لكن صحيح. مش هتوقع صحيح. طيب تيجي نروح للاهلي شويه. الاهلي النهارده قبل ما نخش على الهواء قلت لي انا التشكيل ما كنتش مش عاجبني التشكيل. تغييرات كمان كان في بعض التحفظات، في تحميل لياسر ابراهيم او الشناوي للهدف، كل الامور دي رايك فيها ايه النهارده؟ هل الاهلي النهارده كان عنده اخطاء كبيره هي اللي وصلت النتيجه لكده، ولا ممكن نعتبر ان انه سوء توفيق وخلاص؟ لا طبعا يعني التشكيل ان هو عدم وجود قفشة ده حاجه عليها علامه استفهام كبيره. ان قفشة هو الوحيد اللي بيعرف يلعب كوره،
سواء انت حط ثلاثة في نص الملعب الثلاثة مواصفاتهم كويسة. النهارده لعب 4-3-3 ما لعبش حمدي فتحي ورا ما لعب 4 انت تلاتة. انت لازم كنت تشيل واحد من نص الملعب وتحط محمد مجدي عشان ان انت طول انت كل جوان محمد شريف مين اللي بيعملها له؟ غالبيتها قفشه. هو محمد بيتحرك على طول بين الخطوط ورا المدافعين فانت تلعب من غير قفشه مع فرقه اصلا فاتحه الملعب يعني لعيبه سان داونز او لعيبه جنوب افريقيا عامه ما بيلعبوا جيم مفتوح بيهاجموا على طول ومش بيقفلوا يعني فانت عندك فرقه اصلا عندها مساحات فانت لازم تلعب واحد بمواصفات اللي هو يعرف يلمس روب باص للمهاجم بتاعك المميز فيها هو غلط فيها واما بدا يعدل الخطا بتاعه راح مغير محمد قفشه محمد شريف يعني لازم كنت تخلي اتنين مع بعض على الاقل يلعبوا مع بعض شويه اما يبقى في عدم توفيق لمحمد ممكن تغيره لا وفكره الثلاثي القوي جدا في وسط الملعب للنادي الاهلي اللي هو اليو ديانج حمدي فتحي عمرو السوليه ممكن يلعبوا طول الوقت مع بعض لو انت بتلعب في مباراه صعبه خارج ملعبك ملعب الارضي لكن انت تلعب على ارضك ومحتاج واحد كرييتيف شويه واحد مبتكر شويه فانت ممكن تحط قفشه في نص الملعب يعني التشكيل اللي لعب بيه الاهلي هو اللي كان لازم يلعب بيه الزمالك نفس الخطه اللي كابتن وائل قالها لازم كنت تقفل نص الملعب هو قفل نص الملعب هنا مش عارف ليه الاسباب لان فريق سان داونز مش من الفرق القويه قوي مش سان داونز بتاع سنتين ثلاثه يعني وعندهم لعيب سيرينو ده اصلا اللي هو اقوى عندهم مش موجود فانت قدامك فرصه ان انت كنت تكسب سهل قوي ان انت تلعب مباراه هجوميه انت اديت فرصه للفرقه اللي قدامك ان هي تخش معاك في الجيم بيلعبوا هو طبيعي جدا بيلعب نادي الاهلي نادي الاهلي فريق قوي لسه واخد تالت عالم فطبيعي جدا ان هو يجي متحفظ شويه لسان داونز انت اديته فرصه ان هو يخش معاك في الجيم انت ريحته بالتشكيل بتاعك ده مدرب سان داونز قال بعد المباراه تصريح مهم جدا هو ده يلخص المباراه انه لعب كتير النهارده ورا علي معلول علي معلول كان بيلعب بشكل رائع جدا هجوميا النهارده هو كان من افضل لاعبي النادي الاهلي تقريبا بس دفاعيا كان في دايما مساحات ورا علي معلول ما ضغطتش لا بالسنتر باك اللي على ناحيه الشمال ولا ضغطت بيه لاعبي الوسط الثلاثه الاقوياء جدا يعني ما دي مشكله انت بتلعب بدافع في نص الملعب عشان واحد منهم بيغطي لو انت عندك باك بيطلع منهم سواء هاني او معلول لازم واحد من اللي ناحيه الكره بيغطي انت ما عملتش القصه دي يبقى انت قصه الثلاثه في نص الملعب دي مش كويسه انت بتلعب بثلاثه بيعتبر بنفس المواصفات صحيح هم نفس المواصفات بالظبط لكن اليو ديانج شويه احسنهم هجوميا شويه بيطلع شويه لكن انت لو كنت شلت واحد منهم وحطيت قفشه كان قفشه يقدر يقوم بالدور اللي هو الهجومي بتاعه احسن صحيح. في نص الملعب طيب اداء الزمالك الشوط الاول كان فيه ثلاث فرص على المرمى دي الاحصائيات الشوط الثاني وانت متاخر 2-1 كان ليك فرصتين ليه اداء الزمالك ما تحسنش الشوط الثاني ليه اداء الزمالك هجوميا ما كانش اخطر من الشوط الاول رغم ان الشوط الاول اتفهم ان انت تراجعت بعد الهدف فممكن يبقاش عندك فرص كتير لكن الشوط الثاني انت خلاص ما بقاش عندك سبيل غير انك تهاجم وتسجل اهداف ايه اللي حصل في الملعب في الشوط الثاني خلى الزمالك اقل هجوميا من الشوط الاول لان الوداد كان كسبان والوداد لما يبقى كسبان غير لما يبقى خسران الوداد وهو كسبان هيقفل بشكل كويس وهيقفل مساحاته ده غير اصلا ان اصلا الوداد كده كده امتلاك نص الملعب بتاعه فانت النهارده لما تكون كسبان فهتقفل مساحاتك بشكل كويس فانت صحيح. ما عندكش كمان السرعات او ما عندكش اللمسه ولعبه او ما عندكش الاختراقات فانت دي برضه كانت عامله لك مشاكل وكنت كمان قلقان من الهجمه المرتده فهو ده اللي قلل فرص نادي الزمالك فدي كانت مشكله واحنا قلنا قلقان ليه من الهجمه المرتده وانت خسران مين قلقان ليه من الهجمه المرتده وانت خسران لازم طب ما انت النهارده جه فيك الجون الثالث فتحت الملعب هجمه مرتده ما انت ما ينفعش تفتح الملعب تمام في وقت لسه في وقت طويل قوي لان انت النهارده لما تيجي خسران 2-1 غير 3-1 2-1 يعني انت لو عندك مثلا 45 دقيقه قدامك وقت طويل جدا ان انت تقدر تتعادل لكن لما يبقى 3-1 لا صعب وبعدين انت النهارده ما بتلعبش فريق قليل يعني انت النهارده لما تيجي تلعب الوداد لا فريق قوي تمام وفي ملعبه وسط جمهوره فمش من السهل ان انت تخترقه وهو كسبان 2-1 صحيح وهو بالعكس هو اللي استغل في الدقائق الاخيره ان انت لما فتحت حتى بالتغييره اللي هي الغريبه طبعا انت نزلت رزاق السي مكان يوسف اوباما يعني سبت بس امام عاشور احنا اصلا عندنا مشكله في نص الملعب فلما التغييره دي اتعملت بعدها على طول لو تلاحظ جه الهدف الثالث لان خلاص المساحات فضيت اكتر هي اصلا فاضيه وانت ما عندكش امتلاك من نواحي دفاعيه في نص الملعب فانت فضيتها اكتر فبعد ما فضيتها الهدف جه فدي مشكله فانت النهارده عايز تقول لي ان انت يعني ما عندكش لعيبه نص ملعب تقدر تمتلك نص الملعب بشكل كويس دفاعيا صح. تمام فاكيد الوداد عامل حسابه للنواحي الهجوميه قفل بشكل كويس لعب على المرتدات مع امتلاك نص الملعب فقدر يحرز الهدف الثالث فدي مشكله زي ما قلت لك احنا النهارده بدانا غلط كان ممكن نلعب ب 4-3-3
كان ممكن نلعب بأربعة واحد أربعة واحد، مش عيب على فكرة. حتى لو أنت ما عندكش ديفندر قوي كان ممكن تحط يا سيدي مساك قدام الأربعة، محمد عبد الغني زي ما عمل في الماتش بتاع. إيه المشكلة؟ لا إيه المشكلة؟ ما هو المدير الفني اللي ما عندوش حلول ودماغه مش شغالة لا تبقى مشكلة بالنسبة له في الملعب. ما انت مدير فني ليه؟ انت مش متفرج زي زيك. صح انا قلت كده. انت لازم تفكر، انت لو ما انت مش قادر تدي بديل، تعمل بديل لطارق حامد، تعمل بديل تكتيكي بقى في التشكيله والطريقه. يعني عندك طريقتين، يا اما تلعب ب 4 3 3 وتحط 3 في نص الملعب كويسين كوره ودفاعيا ويقدروا يكملوا بعض. خد بالك لان مهم جدا حته يكملوا بعض، لان انت ممكن ما تلاقيش واحد نص ملعب مدافع قوي زي طارق حامد، بس تقدر تعمل 3 يناسبوا الحته دي. صح، ان هو حتى ايه ده بيدافع مثلا 70، ده بيدافع 60، ده بيدافع 80، فهم مع بعض هتلاقيهم مشكلين مثلا حوالي 90% من واحد دفاعي والتلاته هيلعبوا كوره بشكل كويس. طب انت ما عملتش الحلول دي تمام، فانت ممكن تعمل ايه حاجه تانية، ممكن تحط واحد قدام الاربعه المساكين، حتى لو مساك ما طبيعته إيه؟ انت موقفه مش عشان يلعب كوره بشكل، يعني حتى لو حطيت محمود علاء، محمود علاء على الاقل كورته مش وحشه وهيبقى واقف في الحته دي، هيدي حريه حتى لمين؟ للناس اللي في نص الملعب، او يدي حريه للاطراف، او يدي حريه للاجنحه ان هم يهاجموا، وانا زي ليبرو بس ليبرو متقدم. حتى لو انت مش عايز تلعب بليبرو صريح فانت بتلعب بليبرو متقدم، ما عملتهاش فعندك مشكله. طب لما مشيت معاك وجبت هدف في اول 4 دقائق ما حاولتش حتى تعدل ان انت الادوار، شيكابالا ضم بقى تمام، بن شرقي ضم، اوباما وإمام وزيزو يضموا يقفلوا الملعب بشكل كويس، حتى لو هم دفاعيا نسبة الدفاع عندهم 50% فانت ممكن تخليها 70% بالوقفة. صح، فانت ما عملتهاش. صح، يعني انت النهاردة في حلول كتيرة قوي، ما استغلتش الهدف المبكر. في حلول، انت ممكن بقى تتحكم في المباراة تكتيكيا بشكل رائع جدا لو في مدرب على الدكة برا زي ما انت قلت. طمع، انا اقول لك على حاجة. طمع طبعا، يا ريته طمع. بص، ما انا برضو هو جون بدري، هو ما طمعش. يعني كان لسه كابتن وائل، كنت جاي لك انا في السؤال ده، بس خلينا نكمل مع كابتن احمد كمان. ان هو الفكره انه كابتن وائل مثلا بيقول لك ان الشوط الثاني كانت الامور اتصعبت على الزمالك هجوميا عشان الوداد قفل شويه، خلاص بقى كسبان. طب ما انت الشوط الاول بعد الهدف ما استغلتش بهجمات مرتده تضيف الهدف الثاني. يعني هو لا عمل، هو الوداد مفتوح مساحات عنده، ولا عمل ده والوداد قافل المساحات. هو لازم بعد توقيت الجول الاولاني كان لازم يستغل الفرصتين اللي جاله، لان هو الطبيعي جدا ان الوداد خلاص ما خسران واحد على ملعبه يبدا يهاجم، فابدا انا استغل المساحات دي. هو ما عملش كده، هو زي ما كابتن قال لازم كان هو يجبر الوداد على طريقه لعب، اقفل الملعب معاهم واخنقهم الدنيا والعب على المخلص. انا عندي ناس سريعه على الجزيري، العب على المرتدات، يعني استغل النقطه اللي هم في مساحات، هم كلهم بيهاجموا في مساحات في ظهرهم، استغل النقطه دي. صحيح، هو ما استغلش القصه دي. صحيح، بس اعتقد ان هو زي ما كابتن وائل قال، انا اعتقد ان كالترون يعني ايام معدوده في الزمالك، هو مش عايز يقعد فبيعمل الحاجات دي، اعتقد بيعمل الاخطاء دي. بس هو لا يعني هو حاول النهارده غير قبل كده، يعني حط يعني نسبه اخطائه مش اللي هي الكبيره في التشكيل. خد بالك يعني احنا لو بنتكلم في واحد او اتنين بالكتير، ما حطش واحد مثلا مش في مكانه واحد، لكن هو ما قدرش يلم يعني ما قدرش يلم داخل الملعب. انت قلت الوصف الكويس، الحته دي ان انت عندك تراكمات كنت عايز تلمها كلها. هي دي التراكمات دي كلها ما تتلمش في مباراه. هي دي النقطه المهمه اللي انا كنت بتكلم فيها. صحيح، لسه مكملين مع حضراتكم مع الكباتن الكبار كابتن وائل قباني، كابتن احمد السيد. بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب عايز اقول لكم تصريحات كارتيرون بعد هذه المباراه، مش هقراها لكم كلها بس هقول لكم ملخصها. هو حمل الاخطاء الفرديه نتيجه المباراه النهارده، وحمل طاقم تحكيم المباراه نتيجه هذه المواجهه، وقال ان التحكيم كان في اتجاه واحد هو اتجاه الوداد. رايك ايه، التحكيم والاخطاء الفرديه وبس؟ التحكيم طيب؟ لا التحكيم ملوش علاقه، ما عملش حاجه التحكيم. فين ايه الحاجه المؤثره اللي هو ما حسبهاش ليك؟ لا ليك ضرب الجزاء ولا ليك هدف ولا ليك اي حاجه، يعني ما شفتش بصراحه. خلينا صراحه. الاخطاء الفرديه في اخطاء فرديه، الهدف الاولاني والهدف الثاني، لكن برضه احنا بنتكلم في تكتيك او شغل برضه فني من خارج الخطوط، انت برضه ما قريتهاش او ما عملتهاش. صحيح، ما ينفعش انا كمدير فني احمل لعيبتي بس الاخطاء، لازم برضه انا احمل نفسي الاخطاء طبعا. لان انا
ليا رؤيه داخل الملعب والماتش شغال والمباراه شغاله، فانا ما عملتهاش. وده بقى اللي هيوديني الموسيماني. موسيماني بعد المباراه لما اتسال على حسام حسن ان هو التبديله متاخره، قال لو كان محمد شريف سجل قال لو ميكيسوني سجل ما كنتش تقول لي حسام حسن. لما اتسال على ميكيسوني اصلا قال لك لو اللاعب اللي قبله مثلا لو عبد القادر سجل او بيرسي تاو سجل ما كنتش تسالوني على ميكيسوني. ما هو برضو المدرب لما بيخسر ما بيحملش نفسه المسؤوليه عندنا. لا لازم طبعا. انا افهم ان المدرب زي ما بنقول نشيب بالمدرب في المكسب زي اللاعبين. انا ضد فكره مثلا ان اللاعبين هم اللي كسبوا الفرقه والمدرب ملوش علاقه، وضد فكره ان اللاعبين هم اللي يتحملوا مسؤوليه والمدرب ملوش علاقه. فاهم؟ فالنهارده موسيماني ايضا يتحمل مع اللاعبين اكيد. طبعا وكالتيرون ما ينفعش هو يتكلم كده. طبعا يعني انا لسه في البطوله. انا ليه اهم لعيبتي وليه انا اتكلم على لعيبتي بشكل وحش وده اخطاء فرديه؟ ما كل واحد عارف ان هو غلط. اما وائل بيلعب عارف ان هو غلط النهارده وانا عرفت ان انا غلطت. مش شرط ان المدرب يطلع يقول لي انت غلطت او يطلع يقول لي انت السبب، لان هو لازم عنده رؤيه ويتكلم لقدام. انا لسه في البطوله، يعني لسه عندي ماتشات مهمه جدا، لسه عندي الوداد على ارضي ولسه عندي ماتشات مهمه، فلازم اتكلم ان انا لا النهارده اتهزمنا لاي سبب، الاداء ما كانش كويس. ما يحملش حد المسؤوليه بعينه. ده اللي لازم يحصل. يعني شايف ان هو ما ينفعش يتكلم على لعيب بعينه. محمد شريف وحسام حسن. محمد شريف خد فرص كتير قوي دون استغلال منذ كاس الامم الافريقيه. كان المفروض حسام حسن يشارك بمساحه اكبر بوقت اكتر من كده. طبعا هو لازم يعني لازم يبقوا الاثنين جاهزين، يبقوا الاثنين في جاهزيه بالنسبه لهم. لكن انا بالنسبه لمحمد، انا محمد يعني قريب منه. هو حته ان برده قعد فتره كان هو هداف الدوري. اما بيجي السنه دي اي حد بياخد هداف دوري او بيعمل اي انجاز بيبقى الطبيعي بيبقى مشدود، او عايز يكمل نفس الانجاز ده او ياخد. فهي محمد انا اعتقد ان هو محتاج جون، يعني محتاج جون يجيبه الموضوع هيفتح معاه. بالنسبه لحسام حسن لا طبعا لازم ياخد فرص، لان يعني انت لما يكون عندك الاثنين، لان هو كل واحد بمواصفات مختلفه. صح. محمد بيتحرك بره البوكس كويس، حسام مهاجم بوكس بيتحرك بيلعب دماغه كويس، هداف جوه البوكس. اعتقد الاثنين للمدرب لموسيماني يقدروا يفيدوه في خطط لعبه. لو انت هتلعب بونجين 4 4 2 ليه ميكيسوني ما يلعبش النهارده اساسي بعد التألق في المباراه الماضيه؟ بس لك يعني لو انت مدرب، انا عندي لاعب جاب هدفين حلوين المباراه اللي فاتت، ليه ما يلعبش النهارده اساسي او حتى يبقى بديل؟ هو النهارده كان اساسي ولا بديل؟ بوجهه نظر بتاعت المدرب ان انا يعني هو لعيب مثلا هو بقاله فتره ما بيلعبش وكان في كلام عليه كتير ان هو صفقه فاشله. فممكن المدرب هو خلاص عامل اللي هو عايزه، الولد عمل مباراه كويسه اللي فاتت، ممكن يكون ماتش قوي بالنسبه له زي سان داونز فيقول لك انا لو نزلت ممكن احرقه. ممكن يلعب وحش، هو ممكن يكون مجهد بقاله فتره ما بيلعبش، يعني في كذا حاجه ممكن يعني تحصل. هو افضل ولا حسين الشحات وطاهر محمد طاهر؟ برضو يعني مواقف في ماتشات، يعني انا اعتقد في نهايه الماتش كده كان محتاج طاهر محمد طاهر وحسين. لان الفرقه خلاص كسبانه 1-0 مقفله. لا يعني طاهر كانت بدايته في المباراه مش جيده. نزل حسين الشحات، لما نزل ما اداش مباراه جيده. فهل ميكيسوني ما كانش ممكن يعمل اضافه في المباراه دي؟ انا قلت لك هو ممكن يكون هو مش عايز، هو خلاص هو وصل اللي هو عايزه ان هو اثبت ان الولد ده كويس. ممكن انزله في ماتش زي ده احرقه تاني. يبقى الموضوع صدفه ان هو لعب صدفه. هو ممكن يكون كده، لان هو صح. هو الصفقه اللي اختارها. مش هو كان موجود اصلا، فهو دي الصفقه دي اللي اختارها. ما هو اللي جننك. ما هو عشان هو الصفقه اللي اختارها. اي مدرب بيختار صفقه بيبقى عايز يحافظ عليها. هو وصل خلاص الولد ده كان هيمشي من النادي، هيحافظ عليها لدرجه ان قرب يمشي. ده كان قرب يمشي. انا عايز اتكلم. لا مش قصدي. لا قبل الهدفين اللي جابهم المباراه اللي فاتت احافظ عليه ان انا ما العبوش. احافظ عليه اللي هو وصل له. ان هو لعب ماتش وخلاص والناس بدات تتكلم عليه كويس. ما وصلش ولا عمل ما حتى معلش دي مشكلتنا. هو لو واحد لعب ماتش وجاب هدفين يبقى هي دي الصفقه العاليه قوي. بس عارف يا كابتن وائل، عارف انا اصلا لو مدير فني واتسالت السؤال ده هقول لك طب ما انت كنت بتقول لي انها صفقه فاشله، ليه بتسالني دلوقتي ان هو ما لعبش؟ ايوه ابسط حاجه. أيوة انا كمدير فني صح ولا انا غلطان؟ بس لكن انت النهارده بتقول صفقه، عايز تقول ان هي الصفقه دي ناجحه فانا بحافظ عليه ما لعبوش. لا بالعكس، انا خليه يكمل في تألقه. بس هو في وجهه نظر انا كابتن احمد اللي هو انا عايز مثلا مش عايز اديله في مباراه تحرقه بقى خالص بعد اللي جاب. بس في وجهه نظر ثانيه تقول لك ايه، انا لاعب عندي جايب هدفين وان فاير زي ما بيقولوا، يعني ما كمل بس يعني تحرقوا ليه يا كريم؟ ده ماتش على ملعبك. بالعكس انت لما تيجي تخاف على لعيب تخاف على لعيب خارج ملعبك وفي ماتش صعب جدا فما تحرقوش. لا واللاعب اللي هيحرقه دوت لما يكون جايب لاعب ناشئ. ايوه لكن تخيل ان ده ماتش. لا انا ماليش دعوه بالحكم عليه، انا بتكلم على
التفكير اللي انت بتقول ان ممكن يكون بيفكر كده، لا استحاله مدير فني يفكر استحاله. هو الطبيعي وائل ان هو يبقى جايب جنين واصلا ممكن يقول لك مش الماتش ده مش بتاعه، اقول لك اه، لكن ما تقولش ان هو يعني تفكيره ان حافظ عليه. اتوقع ان ده مش تفكير، هو فكر مدير فني، هو فكر ان هو الراجل بيحب يدافع عنه. بص اي مدرب بيبقى مثلا فلافيو ما يدافع عنه شيء، وان هو ما يلعبوش شيء تاني. الدفاع ده ممكن انا خلاص انا وصلته لدرجه ان هو رجعت له الثقه تاني، ممكن انزله الماتش اللي بعده يلعب وحش فالثقه تهرب منه تاني. فاهم قصدي يا كريم؟ ان انت عايز يعني انا عملت اللي انا عايزه. طب انا اسالك سؤال يعني. لو انت كويس قوي لعبت، انت كلاعب لعبت كويس قوي تمام الماتش ده مثلا، الماتش اللي بات اللي بعده قعدت احتياطي وما نزلتش، انت كلاعب هتقول ايه؟ ايوه بس انت لو باتفاق مع المدرب عشان لا 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 من غير اتفاق مش هبقى هتتضايق طبعا، هتتضايق صح وهتستغرب وكل الناس هتقول لك ازاي احمد السيد ما لعبش. طب انت ليه ما بتفكرش تقول هو ليه ما فكرش كده؟ ازاي احافظ عليه؟ ازاي انت ايه تحليلك ان هو بدا ماتش وجاب جونين؟ يمكن ده مش ماتش. وما هرجع اقول لك ايه، في ماتشات ممكن اقول لك دي مش بتاعته. وجهه نظري كمدير فني فنيا احترمه، انا راجل خسران، دي مش بتاعته. انا الكلام ده لو انا بتكلم مثلا على واحد مواصفات مش هجوميه، لكن انا بتكلم على واحد جايب جونين فاون فاير بقى خلاص يبقى انزله. هو ده انا بتكلم فيه. عندك كتير، عندك احمد عبد القادر وعندك قفشه وعندك الشحات وعندك طاهر وعندك وعندك. مش كون ان هم يبقوا مش موفقين يبقى انا اخطات. خد بالك. طب ممكن اسالك سؤال؟ اسالك انتوا اتنين سؤال. طبيعي جدا ان هو ينزل. هو حسين الشحات وطاهر محمد طاهر في المباريات اللي فاتت ديت كانوا موفقين، والمباراه دي بس اللي كانوا مش كويسين؟ لا في ماتشات كتير مش كويسين فيها. يعني خلاص يبدا بيه ماشي مثلا. طيب ماشي. طب يعني انا بتكلم فيه يعني انا عندي انا بلعب بفرودين، واحد جاب جونين والتاني ما جابش، اروح انا بادئ باللي ما جابش واسيب اللي جاب؟ يبقى انا كده في حاجه انا بقول لك انا ما بعرفش، ممكن بس صح، ممكن الكلام بس صح، بس انا بقول لك اللي ممكن يدور في فكر الراجل. احنا كده بنقول عكس بعض صح؟ يعني انت بتقول واحد جاب جونين وفكره ان انا حافظ عليه، وانا مش في دماغي ان انا العب. لا هو بيحاول يتكلم في الطبيعي. لا لا هو بيحاول يقرا اللي كان في دماغه. مش دي انا برضه. انت لو قلت مدير فني كده يعني انا لو مدير فني وافكر كده استحاله. حتى لو انا في حاجه اما انا اكون انا اللي مختار الصفقه ممكن يكون انا انت ما تعرفش اللي في الكواليس. لو انا مختار الصفقه طب انا اقول لك على حاجه، ممكن يكون بينتقدوني. طب انا اقول لك بس على حاجه، اقول لك على حاجه. فيلافيو في اكتر من فيلافيو يعني كانت صفقه فاشله لمده سنه، وكان جوزيه بيعمل ايه؟ بيلعبوا كل ماتش. اي طب ما انا اقول الصفقه كانت بتاعته صح. لحد ما بقى مين؟ فيلافيو هداف الدوري. صح. ده بس قعد فتره موجود. لا ما كانش ما كان بينزل بديل. بس هو في حاجه كان بينزل على طول. لا 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 انا كنت ما انا كنت ما كان معايا على فكره، انا كنت موجود. كان بينزل بديل ماتشات كتيره. بس هو شخصيه جوزي، شخصيه جوزي عندي لطريقه بطريقه مش الصفقه كانت بتاعته. بتاعته بس ما بقولك يعني شخصيه جوزيه. لا يعني المفروض لما الصفقه تبقى بتاعتي انا اصر عليها. لا لحد حتى ما اديله. هو وائل معتقد ان ده كلام صح. انا بقول لك انا فكر الراجل ممكن يكون فكر كده. بص هو في شخصيات مدربين، في مدرب عندي زي جوزيه اللي هو ايه ماشي فلافي وحش وانت شايفين انه وحش، طب انا هلعبه برضه هلعبه، هو شخصيته كده. وفي واحد تاني ممكن يقول لك ايه احافظ على الشكل اللي انا عملته، انا خلاص اثبتت ان ميكسوني ده هو لعيب كويس خلاص. ما ادوش الماتش اللي بعده ماتش قوي زي سان داونز فيلعب وحش، فالناس تقول لك ايه لا ده كان وليد الصدفه ان هو جاب جونين. فاهم قصدي؟ هي انا على فكره انا بحاول اوصل للراجل بيفكر فيه. طيب طيب نسيم ميكسوني، ياسر ابراهيم يتحمل جزء من هدف المباراه عشان بعض الناس حملوا ياسر لا ابراهيم. لا لا لا, لا. آه. اصلا وضع جسمه كره ملعوبه في ظهره وهو طلعها على قد ما قدر يعني بشكل عادي جدا. هي ممكن تكون هي مش جامده شويه لكن هو طلعها عادي. صعبه صح؟ صعبه جدا. عارف عارف بالك كمان مع الدياب والرؤيه عشان يشيلها بالشكل. عارف عارف بالظبط هي زي كوره مين بالظبط؟ زي كوره محمود علاء في ماتش النهائي افريقيا، بس محمود طلعها بالراحه. يعني محمود يلام عليها عشان هي بهده ومواجه فاقدر اطلعها في اتجاه، لكن لما تكون الكره ورايا وانا عامل باك ويرد ومطلعها فانا على قد ما قدرت ما اقدرش ان انا اطلع اكتر من كده. يعني مش تخاذل مني، انا خلاص وضع جسمي ان انا ما اقدرش اطلع الكره اقوى من كده. وخد بالك ما جاتش هدف مباشره. يعني ما قلشتش الواحد هو والجون جاب جون. نرجع بقى للنقطه اللي كان بيقولها الكابتن احمد على الهدف بتاع الزمالك الاول. انه هنا يتحمل هدف الاهلي لاعب الوسط الملعب اللي ما كانش قريب للاعب الوسط المدافع لما تردد يتحمل المسؤوليه. حتى شناوي هيك جاله في الزاويه بتاعته الضيقه حتى لو كانت قويه جدا. في اكتر من لاعب ممكن يتحمل مسؤوليه الهدف وده طبيعي. يعني انا بشوف اي خطا ده بتاع النادي الاهلي الهدف بتاع النادي الاهلي اي خطا مختلف عن ده تماما. لا ما اقصدش انه شبه الهدف، انا اقصد انه
في اخطاء بتبقى مشتركه، مش بقول ان الكلام صح، هو عامه اي خطا بس بقول في خطا مشترك عشان ياسر ما يتحملوش لوحده، الناس حملت ياسر كريم على خطا لوحده. هتحلل اي خطا هتلاقيه خطا مركب بس بنسب، تلاقي واحد غلط 10%، واحد غلط 20%، واحد هي دي الغلطه بتاعته طبعًا. زي ما كابتن قال هي بنسب، هي نسب. انا حتى بتكلم بتاعه المسلوسي، انا شايف هو بيقول لي ان هي مسافه بعيده، بس انا شايف ان هو كان ممكن يتعامل فيها احسن من كده. يعني هي هو حاول كابتن. بص انا عندي قناعه في الدفاع طول ما انا عندي فرصه ان انا افكر في كذا حاجه في الكوره، ان انا اطلعها مثلا، اطلعها اوقفها كده، يبقى انا كده غلطان. هو المسافه بعيده قوي، حتى لو 15 دي بعيده جدا، ان انا اخد قرار اخد قرار انا ممكن اشيلها. هو بيوقفها بطريقه متزحلقه منه، هل هو ما عندوش الخبرات انه شايف ان الارض فيها مطره ومبلوله، فانا ممكن التوقيفه دي في الحته دي تبقى خطره اخد الريسك؟ ما تبصليش، مش هرد عليك، مش هرد عليك خلاص. انا قصدي كده خلاص. طيب انا لا انا عايز اسالك، انا عايز اسالك، اللي لعب كوره وعنده حساسيه الكوره وعنده قصه الكوره لازم يفكر مختلف تماما. انا ما لعبتش كوره بس الكابتن احمد لعب. لازم لا انا مش بتكلم على احمد، انا بتكلم على الناس اللي بتسمع. الورق والقلم مختلفه تماما عن الكوره. ليه؟ لان حتى انت لما تيجي تحاسب لعيب بتحاسبه على الفكر مش على التنفيذ. لان انا ممكن ايه، كريم فاضي صح، انا عايز العب لك الكره يا كريم، انا شايف ان ده الصح، حصل حاجه خلى التنفيذ مش صح تمام، فانت تيجي تقول ايه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا بحسه اللعيب بحط نفسي مكانه، فانا عارف هو كان بيفكر فيه وعايز يلعبها كده تمام، بس التنفيذ خانه التوفيق شويه، فهلا طب اعمل ايه؟ طب واحد تاني قلش، يعني يقول لك ايه، انا جاي اعمل اوفر جت في الجون، قلش جت الجون، يقول لك يا ولد لا انا عارف انه قلش ده مش صح، بس هي جت الجون. ممكن اخد منك مكانك دي قاعده لا براحتك، انت شايف مين اللي غلطان في الجون؟ انا هقول رايي بقى اللي جمع الكلام ده. انا اسالك انا بقى. ايوه انا هقول لك، شايف هقول لك رايي اللي جمع الكلام ده كله. انا متفق مع فكره ان محمود علاء يتحمل الجزء الاكبر، ده واحد. اثنين، انه بقى الراي اللي بيقوله الكابتن احمد انا قريب منه في ايه بقى بعد اذنك يا كابتن؟ لا ده طبعا ده حضرتك، وعلى فكره ما في نهايه، اصل هي حلاوه الكوره ان هي وجهات نظر، حلاوه الكوره ورايه احترم على فكره. الفكره في ايه بقى؟ انه اللي انت بتقوله، لو مثلا احنا طالعين بهجمه والباكات طاروا ولعبت الوسط قدام والكره اتخطفت مني تمام، هنا ما حملتش اي لاعب في الملعب غير اللي اتخطفت منه الكره، انت موقف هجومي. ليه بقى؟ ان كل اللعيبه اللي في الملعب تمام خلاص هي بره الكوره. يا كريم والله انت ما خدتش بالك من كلامي، لكن ده كان اصلا لا ما خدتش بالك دفاعي. ما خدتش بالك من كلامي. اتفضل. انا قلت يا جماعه المسلوسي ما سابش الكوره ومشي، في فرق ان انا اعتمدت على محمود علاء ان هو اخد كده، فانا سبت مكاني وبعدت فسبت الراجل يقطع تمام. فايه اللي حصل لما محمود علاء لعبها؟ الراجل ده قطع خد، لكن انا بتكلم ان المسلوسي كان بياخد خطوتين كده، فلما اتلعبت له قويه وما كانش متوقعها، فمع زحلقه الملعب حاول يوقف بعدت بس ما بعدش، يبقى دينا واحد دفاعيه اهي، وهي مش قويه خالص دي بالنسبه لك. على فكره لو قويه هي هتروح بعيد. هي بص بالنسبه لك برضو بالنسبه لك هي مش قويه او قويه او حسيت اللعبه او او او، خد بالك القوه مش لازم تبقى قوه مفرطه. يعني يعني انا النهارده 2-1 رايحين نهاجم صح، ممكن انت النهارده تلعب الكره دي على الارض بقوه زيادة 10%، نسبة 10% تخلي حارس المرمى يوصل قبل الفرد، هل دي نسبة كبيرة؟ لا، بس تفرق معايا لأن التوقيت في اللعبة. هقولك حاجة بس، في فرق بين الخطأ وبين الإهمال. الإهمال إن أنا الكرة جاية لي فضامن نفسي قوي فبوقفها. يعني ده خطأ ولا إهمال؟ ما ده خطا واهمال. لا ده خطا واهمال الاثنين مع بعض. ما هو اهمال في ان انا ممكن اخطا بس مش قصدي، كره ملعوبه بالعرض راح تخطف في دماغه وداخله، هو خطا بس مش اهمال. اهمال ان انا الكره جايه لي بوقفها بالرعونه. انت كمان وضحت حاجه، يعني بتاعت ياسر ابراهيم ومحمود علاء دي مالهاش علاقه بدي خالص. ده هي بالظبط. لا خالص لا خالص مالكش علاقه بالمكان. بص محمود علاء والكره جايه له على دماغه وشايفها والدنيا، ويعرف يطلعها في اي اتجاه. انا قلت كده كريم. انا قلت كده. ما انا جاي لك محمود ما تشبهش ليه. والتانيه دي يعني لما تبقى ملعوبه كده حلو، انا وشي فين كده الملعب صح. لما تبقى ملعوبه بينيه وطوليه فانا غيرت اتجاهي فين كده صح. لما غير اتجاه كده ففي صعوبيه والكوره كده ان انا اشيل. اكيد بتاعت ياسر اصعب. اسمع أنا فانا مش شايف صح. فالتطليعه دي حاجه اسمها ايه، غصب عني لازم احطها كده. لكن بتاعت محمود علاء مش غصب عني، فهي ما فيش شبيه. الشبيه ده لما يبقى الاثنين انا بقول بتاعت محمود
ما انت ليه جبت دي بدي؟ لا 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 انت ليه جبت دي بدي؟ نفس المكان. وبعدين دي بتاعت محمود علاء لما تردد شط مره. لا لا بص بس انا بقول ايه؟ بقول هي في نفس المكان بس انا بقول صعوبه بتاعت محمود ان هي جايه على وشه. هتطلع من الحلقه دي زعلان. لا والله ما زعلان حاجه. لا 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 عادي. على فكره هي دي كوره وجهه نظر. ايوه بالظبط وجهه نظر. يعني ممكن ابقى شايف ان احنا بنلعب. انا شايف الخطا منك بس هي مصر كلها لو عملت استفتاء يقول لك مين اللي غلطان في الجون حمزه لان الكره من رجله اتعملت احنا ممكن لا انت بتتكلم على جماهير مصر كلها جماهير الزمالك تمام لو الكوره عند خط الهجوم وسيف الدين الجزيري ضيع الكوره هيحمله محمود علاء بس هو دورنا بقى هنا بقى كريم نقطه حلوه قوي دورنا هنا احنا ايه بتوع الكوره اللي بنلعب كوره طبعا نوضح الامور نشرح بس وانا شرحتها يعني ممكن الناس عايز ممكن تستقبلها صح او تقتنع ماشي ما تقتنعش جماهير الكوره بتحب وبتكره يعني مثلا طبعا. لو قفلت من كريم فخلاص كريم دوت حتى لو ما انا بس الكوره هو اللي يشيل المسؤوليه بس احنا لما نيجي نشرحها فنيا يقدروا الناس يشوفوا مين المسؤول بشكل واضح جدا يعني انا كنت عايز اتكلم بس في حاجه واحده في موضوع حمزه هو وقفها وبعدت عنه صح خلاص وقفها بعدت عنه يعني هي هو على فكره والله حمزه ده انا مش مقتنع بيه لا لا والله مش بنقيمه هو انا كنت هقول لك جمله تلخص القصه دي كلها لو انا جايب مدافع دولي من منتخب التونسي وجايب مدافع اجنبي يلعب في الباك رايت مش هو ده لو هو مش قادر ياخد اكشن التوقعات يعني انت ممكن تقول لي ايه في لعيب غير حمزه المشلوسي ممكن تعدي منه لكن انا جايب لعيب بقى تقيل عشان المواقف ديت مش احتمال واحتمال هو يعرف ينقذ الموقف ماشي بس انا قلت لك ايه انا مش مقتنع بيه ده مش تهميد بس انا ليا رؤيتي بقى الشخصيه انا شخصيا مش ده الباك رايت اللي هو طبعا نادي الزمالك لكن ما ينفعش عشان انا مش مقتنع بيه احمله خطا من وجهه نظري انا كلاعب وحط نفسي مكانه لان هو مش مسؤول خطأ. خلاص نروح فاصل ماشي نجيب حمزه نفس عاملين ده عاملين دوري من بدري يقولوا فاصل بس هجيب القصه الحلوه دي لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل يا اهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن وائل عايز اسالك شيكابالا يبدا ولا يبقى ورقه مهمه على الدكه ورقه مهمه على الدكه مش في معظم الاوقات يبدا في اوقات ممكن يبدا مباراة ممكن تبقى سهله بدنيا في مصر في محليا يعني لكن في ماتشات بتبقى صعبه جدا محتاجه بدني بشكل كبير جدا فانا شايف ان هو ورقه افضل بكتير شيكابالا مهاري ولعيب كويس قوي ما اختلفناش لكن لازم تعرف ان السن والبدن بتاعه ممكن ما يدلوش 90 دقيقه او ما يدلوش في البدايه ايا كان فالنهارده لما تنزله في البدايه خد بالك الفرق الخصم فطبيعي بيبقى في حالته البدنيه العاليه جدا في بدايه المباراه لكن لما تيجي تتكلم مثلا في اخر 30 دقيقه اخر 25 دقيقه بيبقى بذل مجهود كبير فشيكابالا يقدر يفوق في الحته دي لان هو كمان كورته كويسه فانا برضو مش عارف مستر كارتيرون زي ما قلت لك هو كان بيفكر ازاي يعني طيب قبل ما نروح للاهلي الزمالك فرصه قائمه لسه في المجموعه متفائل يعني عندك امل بص ما فيش مستحيل انا اتكلمت فنيا وانتقدت فنيا طبعا. لكن لازم اتكلم بقى معنويا لازم ندي دفع اللعيبه دي تمام ما ممكن الناس تقول لك ازاي بعد ما انت قلت ده كله لا فنيا مختلفه تماما طبعا طبيعي ان احنا انت بتحلل المباراه كانتش جيده من نادي الزمالك طبيعي ممكن يحصل فيها اخطاء صح لكن النهارده لازم افوق لعيبتي وما ينفعش اقول ان اللعيبه هي السبب لان دي مشكله كبيره جدا تمام لا انا لسه الامل قدامي انا ممكن اكسب الثلاث ماتشات لان خد بالك الثلاث ماتشات انت قلت حاجه مهمه جدا في بدايه الحلقه انا عندي ماتشين على ملعبي يعني بتكلم الماتشين دول لو ركزت فيهم كويس قوي وانا في حالتي زي ما قلت اهم حاجه ان انا ابقى في حالتي ومركز ومعنويا كويس قوي وتدارك الاخطاء اللي انا وقعت فيها في الماتشات اللي فاتت وكسبت الماتشين دول فانا بتكلم على ماتش اعتبره نهائي وانت عملتها قبل كده مع مولوديه الجزائر وكسبت ولولا الترجي يعني ساب الماتش يعني مش عايزين بس الماتش الجاي عندك الوداد على طول تمام فاحنا بنتكلم ده تم الماتش اللي جاي انت لو كسبته هيبقى ماتش صعب بس لو كسبته هيديك كمان ماتشين كمان ماتش على ملعبك واعتقد ان ده بنسبه كبيره المفروض يعني لو بتتكلم على سجرادة يعني لا يعني المفروض تكسب طبعا. فانت بتتكلم في ماتش واحد بعد كده لو ركزت فيه بشكل كويس وانت تقدر تعملها وعملتها قبل كده كتير وهرجع لمستر كارتيرون قبل كده لما كان في ماتشات صعبه وكان بيتعامل معاه بشكل كويس صح. لو نفتكر شهر فبراير اللي قالوا عليه شهر فبراير الاسود على نادي الزمالك اللي هو كان فيه النادي الاهلي والسوبر وافريقيا كسب ده كله لان هو تعامل معاهم بشكل كويس او احترم الخصم بشكل كويس ولعب يعني قافل مساحات وكان بيلعب على المرتدات وكان بيشتغل
فيها بشكل كويس. فلو هو عمل كده اعتقد انا رايي مباراه الوداد في القاهره هتبقى اصعب من مباراه بيرسو اتلتيكو في انجولا طبعا، لان هو ممكن يكون مستعجل. عشان كده قلت لك ايه التلات مباريات دول هي مباراه الوداد مشكله بيرسو اتلتيكو كسب لا ما هو كسب بص كسب ساجرادا دي يعني متهيألي فرقه ساجرادا دي مش النقطه الوحيده اللي هتاخدها في في المجموعه من الزمالك كل فرقه هتكسبها لازم الزمالك يكسب الفرقه دي هناك صح انا اتفق معاك. طيب الاهلي الاهلي موقوف في المجموعه الاهلي ثلاث ماتشات على ارضه خلاص انت عندك كانت لعب المريخ الماتشين المريخ وماتش الهلال فرصه طبعا قايمه يعني مع احترام الفرق المريخ والهلال بس فرص الاهلي تبقى اقوى شويه بس انا فريق المريخ بالنسبه لي فريق قوي يعني فريق قوي انا شفت الماتش امبارح بتاع الهلال والمريخ لا فريق المريخ فريق قوي يعني ممكن يعمل قدامك مفاجاه لكن لازم الاهلي يكون عنده حذر شويه في التعامل مع الثلاث مباريات دول لان هي دي اللي هتصعدك. كان معايا مدرب المريخ من 10 ايام كده هنا في الضيف في البرنامج قال لي موسيماني هيقلق لما لعبه. هو ماتش الهلال هناك يعني مريخ. الماتش الهلال هناك كان ماتش قوي جدا وكان الاهلي يعني المريخ كان الهلال كان كل فرصه كل الفرص كانت للهلال اعتقد المريخ مش اقل قوه من الهلال يعني الفريقين اقوياء جدا. كنا يختار كمان اللعب في القاهره وعنده ثقه يعني كان ممكن يختار اي بلد تاني هو بيلعب على ملعب الاهلي ملعب الاهلي والسلام فواضح ان هو لا واضح ان هم فرقه كويسه وعندهم لعيبه كويسه جدا طيب الزمالك هل هتتفاجئ لو لقيت المباراه اللي جايه اللي قاعد على الدكه في مباراه الزمالك والوداد كارتيرون؟ لا مش هتفاجئ يعني بص هو طبعا يعني سلسله النتائج السلبيه ممكن تعمل له مشاكل لكن لازم يبقى في توقيت في التغيير احنا عندنا مشكله انا سالتك عشان كده هي النقطه دي لازم يكون في توقيت لان احنا حصل قبل كده ان كان في توقيت خاطئ حصل فيه تغيير ف المده طولت دروب بتاع النتائج فانت النهارده لازم تختار التوقيت الصح انت كان عندك فتره توقف لو كنت عايز تمشيه كنت مشيته لو انت مش مقتنع بيه فانت النهارده خلاص الماتشات كلها ورا بعضها هتغيره امتى؟ لازم يبقى في توقف لو انت عندك النيه ان انت تغير مستر كارتيرون لازم تديله معنويات وتدي الثقه فيه تاني لحد يجي مش هيضيف فانت النهارده العمليه مش سهله يعني انا افتكر مره كان في توقف 40 يوم نادي الزمالك ما غيرش مدير فني وبعد ال 40 يوم اول ماتش مدير فني اتغير طب بعد ما الماتشات حتى لو هيبقى انت مش مع تغيير كارتيرون دلوقتي لا في التوقيت الحالي لا لكن لا. لازم يبقى في توقيت مناسب عشان كمان طبعا شايف انه اللي هيجي اصلا هو ما فيش مدرب يجي يتحمل مسؤوليه كابتن وائل مدرب لو جه مسك فرقه دلوقتي حد قال له هيقول له رئيس النادي انا مش هتحمل مسؤوليه انت مديني فرقه خسرانه متعادله ماتش موقفها صعب متعادله ماتشين وخسرانه ماتش فانا بالنسبه لي لك لا ومش على النتائج كمان يا احمد لا النهارده عبال ما اتعرف على اللعيبه وعبال ما اشتغل بالسيستم بتاعي وياخدوا على اللعب بتاعي واشوف مين افضل ومين مش افضل اللي بقى تاخد القرار وتجيب واحد مصري فانت ونصيبك يا تكسب بقى في واحد مصري ما تجيبش الزمالك هيجيب واحد مصري لو مش هيستحمل الضغط مش هيستحمل الضغط كابتن وائل شرفت ونورت حبيبي حقيقي استمتعت والله بتواجدك والله انا اللي كنت سعيد معاك وسعيد مع احمد واتمنى ما اكونش زعلان منك لا حبيبي انت نورت يا كابتن احمد كالعاده بتشرف وبتنور شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهارده للاسف 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 خساره ويوم حزين لينا ككره مصريه خساره للاهلي من صن داونز خساره للزمالك من الوداد وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن من كده بكتير ويعوض الزمالك ويعوض الاهلي نتائجهم في هذه المجموعه مجموعه كل فريق فيهم ويصعدوا الى الدور القادم لدوري ابطال افريقيا لسه المشوار في كلام والمشوار ما دام في كلام يبقى في نتائج احسن باذن الله اشوفكم يا رب على الف خير.